صباح الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنوز مصرية. موضوع حلقتنا النهاردة هو موضوع في غاية الأهمية. موضوع حلقتنا النهاردة هو كنز من كنوز ممكن يدخلك الجنة. حلقتنا النهاردة هتتكلم عن الصدقة. الصدقة مش شرط ان هي تكون مال، او ممكن ان احنا نطلع ملابس، او ممكن ان احنا نطلع اشياء تانية. لا، الصدقة ممكن تكون في حاجة بسيطة، ممكن تكون جبر خاطر، ممكن تكون في ابتسامة، ابتسامتك ممكن تكون صدقة. إماطة الأذى عن الطريق يعتبر صدقة. دي في حلقتنا النهاردة اللي شرفنا ونورنا الشيخ محمود النمر. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. شيخ محمود، موضوعنا النهاردة عن الصدقة. عايزة حضرتك تعرفنا إيه هي الصدقة، وعايزة تعرفنا إيه أولويات الصدقة، مين هم الناس اللي أولى بالصدقة؟ العين والرأس. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبد الله ورسوله، طب القلوب ودواها وعافية الأبدان وشفاها. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد. سيأتيك الذي ترجوه يوما فلا تعجل عليه وإن تأخر ولا تيأس، وكل يا نفس صبرا فرحمن السماء قضى وقدر، ومن غير الإله يريح قلبا إذا اغتم قال الله أكبر. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمر في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وبعد، الصدقة إخوة الأحباب والإيمان، أسأل الله العظيم أن يجعلنا في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الصدقة يقول أحد العلماء هي التي تكفر عن المسلم الذنوب والمعاصي. لما احنا إخوة الأحباب بنعمل ذنوب ومعاصي، عاوز ربنا بيغفرها، عاوز ربنا يمحوها، عاوز ربنا يمسحها، عاوز ربنا يسامحنا يغفر. بنعمل ايه بقى؟ بنتصدق على الفقراء والمساكين. وفي لفظ احد العلماء دكتوره، في لفظ اخر بيقول لك هو الشيء الذي يخرجه العبد من حر ماله الى الفقراء والمساكين. اللي نفسي انا بتجود بيه بنطلعه لله، انت مالكيش تفرضي حاجه عليا. عايزين صدقه لله، اللي نفسي بتجود بيه بنطلعه. انت مالكيش تقولي 1000، مالكيش تقول 500، مالكيش تقول 50. يبقى هو الشيء الذي يخرجه العبد من حر ماله الى الفقراء والمساكين. لذلك يقول الله في محكم اياته، القران ده يا جماعه فيه جمال جدا، القران ده فيه الراحه والطمانينه والغذاء الروحي ليك. قال الله في ذلك: قد افلح من تزكى. يا سلام على الجمال، اي قد فاز، أي قد تطهر من الذنوب والمعاصي. من هو بقى؟ الذي ينفق على الفقراء والمساكين. اللي بيطلع الصدقة لله مش للناس، مش عشان الحاج فلان يقول ده طلع حاجة للجامع، ده جاب له واحدة وجاب له علانة وفلانة، ويطلع ايدي مدي دي في سديري كده ويطلع كده ويتباهى قدام الناس. الله ينور عليك. ودي اللي بنقول عليها من آداب الصدقة. نعم، في آداب للصدقة. إما أجي أطلع الصدقة لازم يكون في آداب. اللي حضرتك بتقول عليها ان انا ما ينفعش ان انا قدام الناس كلها واجي احرج الشخص واقول قدها لي. دي اسمها منظره. دي اسمها منظره. لذلك يقول الحبيب النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. خدي بالك يا دكتوره، يوم القيامه، يوم العرق، يوم الشمس، يوم الشمس فيه مقتربه من الرؤوس مقدار من الشمس اللي احنا فوقنا دي، احنا دلوقتي قاعدين مشتغلين حر، ما بالك بقى حر الحر فوق بقى يوم القيامه هتبقى في جراس كده. في 7 ربنا عايز لهم تحت عرش. مين هم بقى؟ ورجل تصدق بصدقه فاخفاها. شوف الجمال اللي جاي. فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه، يعني الشمال ما شافتش اليمين. هذه نوع من الصدقه. الله ينور عليك. نعم. في صدقه بتبقى في العلن، وفي صدقه بتبقى في السر. الصدقه احنا عارفين ان هي بتبقى في السر. العلن دي يعني ايه؟ اللي انا مثلا بعمل مشروع خيري. أيوة. اعمل مشروع لله مثلا، وليكن بفتح مركز تحفيظ قران زي اللي احنا هنتكلم فيه في الحلقه اللي ان شاء الله في الفقره الثانيه. أيوة. حلو، بنعمل مشروع خيري وعاوز كله ياخد ثوابه، فانا بنقول ما فيش حاجه لا حرج في ذلك ولا مانع في ذلك، يجوز ان شاء الله. هذا والله اعلى واعلم. طيب بقى نطرح سؤال هنا ونجاوب عليه. دكتور، اتفضل. نفسي اروح الجنه.
اللهم اجعلنا من اهل الجنه، قولي امين. امين. نفسي تخش الجنه، نفسي نبقى مع سيدنا النبي. اعمل ايه؟ عارفه تعمل ايه؟ قولي. تصدقي بقى، قولي ونعم. تصدقي على الفقراء والمساكين، ومعي دليل. قال الله في آل عمران: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم. شفت الجمال بقى ازاي؟ لن تنالوا البر اي لن تدركوا الجنه. البر هنا بمعنى الجنه. لن تنالوا البر اي لن تدركوا الجنه. ليه؟ حتى تتصدقوا من عندكم مهما كان قليلا او كبيرا فان الله به عليم. الله على الجمال. والله اخواتي الاحباب لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. هنا دكتوره بقى نطرح سؤال. اتفضل. في ناس عندنا عمل خير مثلا، حد حاجه لله يقول لك معيش. ايوه. حد حاجه للفقراء ما معيش، بنته فلان من سطروها ما معيش. انواع الخير يا دكتوره نوعين، في نوع تقولي له ما يترددش، اللي في جيبه يطلعه يديهولك على طول، وفي نوع تاني يقول لك ايه 500 ياما عليا هنطلع 200 بس، هو عاوز بس الشيطان ايه دخل له. لذلك يقول فيه حضرة الحبيب النبي صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، يقول الحبيب: يقول ابن آدم مالي مالي، اللي هو متمسك عامل كده بمعنى صح زي لغتنا، ما بيطلعش الجن إلا بصعوبة. فالنبي قال فيه: يقول ابن آدم مالي مالي. النبي قال له بقى إيه: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأبقيت. يعني أكلت فأفنيت، الأكل اللي أنا بنخش أفخم مطعم ونطلع الفيزا ونكيش ونعد بالألفين سوف تتبرز، ولبست فأبليت، الحلو اللي أنا لابسه ده مش عايتني طول عمره جديد، سوف يدوب وأنفقت فأبقيت. هنا بقى الشاهد، النفقة هتقعد معاك ليوم القيامة. ليوم القيامة اللي بنقول عليها بقى ان المفروض ان الصدقة بتبقى بالأجود. يعني انا ما ينفعش ان اللبس ده مثلا قدم عليا شكله انا مرضاش البسه، لا اطلعه. ما ينفعش. الاكل ده بايظ عندي، لا هطلعه. ما يجوز ذلك. كان صلى الله عليه وسلم اجود الناس: ان الله طيب ولا يقبل الا يقبل الطيب. نعم. يبقى ما ينفعش نطلع الحاجه الوحشه اللي انا مش عاوزها نطلعها لله. احنا نطلع اجود ما عندنا. واللي ما يقبلوش على نفسنا اكيد ما نقبلوش على نفسنا. دي تجاره مع ربنا سبحانه وتعالى. طيب يا دكتوره، عمرك فكرتي قلتي ايه هي فوائد الصدقه؟ انا مطلع صدقه لله، ايه الفوائد؟ انا عارفه ان لها فوائد في الدنيا ولها فوائد في الاخره. تمام. فوائدها في الاخره اكيد ان هي باب من ابواب الجنه وهتدخلنا للجنه الاخره بقى. وقايه من نار جهنم. ومع دليل، قال صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق ايه تمره، نص تمره بس، فاتقوا النار ولو بشق تمره. الصدقه دكتوره سبب انشراح للقلب وراحه للبدن وسبب لراحه القلب. الصدقه انها تطفئ غضب الله، غضب الرب. قال صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: صدقه السر تطفئ غضب الرب. الصدقه تجعلك في ضمان الله، الصدقه تداويك من الامراض. قال صلى الله عليه واله وصحبه داووا وسلم: مرضاكم السلام داووا مرضاكم بالصدقه. بالصدقه. طب يا دكتوره عشان ما نطولش على الحلقه، صلوا على النبي. في سؤال هنا جميل بنحبه او نطرحه: هل يجوز عندما نتصدق على الفقراء والمساكين ينفع نقول له بالله عليك ادعي لي؟ ينفع بالله عليك ادعي لي؟ دي بسمعها كتير قوي. بنتي تخلف ما يجوز فعل ذلك. ما ينفعش. لا يجوز. لا. ليه بقى؟ احنا بنتعامل مع ربنا، التجارة مع ربنا. أنا مش متعامل مع الحج فلان وبقول الحج علان، لا، أنا متعامل مع ربنا. ومعي دليل على ذلك، قال الله: إنما نطعمكم لوجه الله. الله يرضى عليك. إنما نطعمكم لوجه الله. الجمال اللي جاي بقى، كمل الآية: لا نريد منكم جزاء ولا شكور. ولا شكورة. مش عاوز منك شكر، مش عايز منك جزاء، إنما الشكر والجزاء من الله سبحانه وتعالى. طيب أنا عايزاك بقى توجه كلمة للناس اللي ما يجي مثلا عايز يطلع صدقة يقول أنا استنى ما أموت، ويجيب ولاده ويقول لهم بقى أنا أما أموت اعمل لي مثلا كل دير، أما أموت ابقى اعمل لي مثلا صدقة جارية في جامع، صدقة جارية، وناسي الدنيا. أنا متهيألي إن هو إما يطلع في الدنيا على حياة عينه يبقى أحسن، لأن عشان ياخد ثواب الدنيا وثواب الآخرة. أذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عليه الصلاة والسلام، والحديث ده أنا قلبي بيحبه. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن العبد، اللي هو إحنا بقى، إن العبد ليتصدق بالكسرة. عارفة عن الكسرة يا دكتورة؟ شقة العيش،
نصف شقة عيش، طبق رز، إن العبد لا يتصدق بالكسرة، شفت الجمال، حتى تربو أي تزيد عند الله مثل جبل أحد. يعني إيه بقى؟ يعني ما نستقلش بالحاجة اللي منطلعها لله، إن سواء حبة رز في طبق أو نصف شقة عيش أو 5 جنيه، ليه بقى؟ دي عند ربنا أحسن من 2000 جنيه طلعوا رياء، دي عند ربنا أحسن من 1,000,000 طلع رياء وتباهي قدام الناس. إن العبد لا يتصدق بالكسرة حتى تربو أي تزيد عند الله مثل جبل أحد. ماشي. كلمة بقى توجهها للناس اللي مكنزة فلوسها وتقول لهم ما نقص مال من صدقة. نعم. قول لهم بقى الصدقة. في دقيقة واحدة تقول لهم نصيحة. تمام. الصدقة يا جماعة لما احنا بنتصدق من المال والله وبالله وتالله بتزيد مش بتنقص. أنا معايا 10,000 نفترض، طلعت 300 500، مش عايز أعلن في حاجة. ليه؟ تصدق يا أخي، تصدق ليه؟ تذكر وقوفك يوم العرض عريان، تذكر يوم القيامة، تذكر القبر، وتذكر وحشة القبر، وتذكر ظلمة القبر، وتذكر بأن محدش هيخش معاك القبر إلا عاملك. فنعمل إيه؟ النصيحة والأخيرة، تصدق، أنفق يا ابن آدم ينفق الله عليك. الله ينور عليك. أعزائي المشاهدين هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني، انتظرونا. أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم تاني بعد ما استمعنا لتقرير أعده لنا الزميل يوسف درة، ومكملين مع الشيخ محمود. نورنا يا شيخ محمود. تنورك. الله يخليك. حضرتك بقى ما عدتش بقى ضيف، ده انت عدت ايه صاحب مكان. مكان. شيخ محمود في مقولة بتقول خيركم من تعلم العلم وعلمه. نعم. تفتكر من المبدأ ده اللي خلاك تفتح مركز لتحفيظ القرآن؟ اولا بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعده، بدايتي مع حفظ القران الكريم كانت مع تلقيت حفظ القران الكريم على عده مشايخ، ثم يعني ربنا من علي بشيخ، الشيخ ده شغلني معاه. دي البدايه بقى، دي البدايه من الاول من 3 سنين شغلني معاه. كنت بنروح له كل يوم في قريه جنبنا كده بدون ذكر اسماء، كان بيديني 150 جنيه في الشهر، فكنت صابر ومتحمل. انت عارفه يعني ايه يعني تروح كل يوم 150، بس كنت منقول كنت حابب المهنه اصلا. ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه. كنت صابر بقى، كنت صابر على مشقه السكه وكده.
فالحمد لله ربنا من عليا وفتحت مركز الشيخ محمود النمر والقرآن الكريم وعلومه، وعندي كذا مكان بفضل الله، وعندي محفظين شغالين معايا. فأحب أن أشكر المحفظين، عاوز أشكرهم بصراحة لأن هم اللي بيتعبوا معايا. أشكرهم لأن هم أنا من غيرهم ولا حاجة. طب أشكرهم بعد كده نكمل. أشكر الأبلة نيرة حمد العسوي، الأبلة نورة هاني الخولي، الأبلة حبيبة محمد الفحل، الأبلة بسنت حمادة غازي، جزاكم الله عني خير الجزاء. جميل ان انت تكون ممتن للناس دي. طيب اول ما بدات مشروعك لتحفيظ القران، فاكر ان انت بداته بكام؟ كم طفل كان معاك؟ والله انا كنت بادئ بخمسه. خمسه بقى. الخمسه جم 10 وال10 جم 20. حاليا بقى حاليا الوقت. لا بقى ما نقولكيش الحسد. خلاص خليها في سرك بقى. ده العين حق. خليها في سرك. بس في ناس وقفت جنبي ما انساهاش. أيوة. عمر ما انساها. في ناس شجعتني. ما في مثل بيقول لك مع عدوك الا بنقارك. أيوة. في ناس حاربتني كتير. في ناس اشتكت محمود كتير، بس الحمد لله انا ماشي بمبدا اعتزل ما يؤذيك، بنعدي بنتلاشى بنسامح. ليه؟ ان انا ناجح. وطول ما انت لكش عدو اعرف انك انسان فاشل، لك عدو اعرف انك ايه؟ انسان ناجح. فاحب ان اشكر والد والدتي، ابويا السيره والتفاصيل، ابويا بنشكرهم، ابويا كل حاجه بنشكرهم معاك يا شيخ محمود. ابويا اللي مشجعني وامي بيشجعني، فابويا اللي واقف جنبي يعني ربنا سبحانه وتعالى. واحب بقى ان اوجه الشكر لحاج العمده حسام البستاوي. طب نشوف الصور وعلق عليها، يعني مين اللي معانا في الصوره دي؟ دي الحاج ايمن شومان اخويا الكبير الاكبر، السيره الحلوه والطيبه والوجه البشوش. الراجل ده يا جماعه في العمل الخير ما شاء الله عليه، اخويا الكبير اخويا الاكبر ما شاء الله. اللي بعده ده بقى حق العمده حسام البستاوي. ده عمده البلد عندنا، ما بتاخرش عننا في اي حاجه. واللي واقف جنبه ده اسمه الحاج عباس الخولي. الراجل ده هو بقى اللي متابع المركز بتاعنا، هو اللي بيتصل المركز عامل ايه، المركز عامل النهارده، العدد عامل ايه، بيتابع معانا في الحفلات. فاقول لكم جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. ولسه ودي بقى كان في ايه؟ دي بقى كانت حفله برضو الحاج ايمن شومان، وده شيخي الشيخ محمد الشحات، وده والدي انا. دي بتعملها بقى ما بتكون بتحفظ الاولاد قران، عايز تكافئهم. وقلبي في حب اهل القران متيمه، بنحب اهل القران، فعلى طول بنشجعهم رحلات حفلات، بنحبهم على طول. فدايما كده تفتكر الحاجات دي هي اللي بتجذب الاولاد للحفظ؟ طبعا دي لها تاثير كتير على الاولاد. الشيخ بيطلع رحلات، الشيخ بيحفز، الشيخ بيدي جوائز، الاولاد بتفرح بكده. يعني في الاولاد في السن ده بيحبوا يلعبوا اكتر من ان هم يحفظوا قران. احنا بقى بنشجع بقى بايه بقى عشان بقى. بشجع برحلات. اللي مثلا يحفظ الصوره كده يسمعها ليه 20 جنيه. بنشجع في حاجه اسمها تربوي درسناها الحمد لله. في حاجه اسمها اللي هيحفظ حلو مع الاب الفلانيه هناخد رحله على حسابي مجانا من غير يدفعوا لحاجه. هنجيب له جزء يا عم، هنجيب له شهاده تقدير. فاحب ان اكمل الشكر. كمل شكرك. اشكر الحاج مصطفى مسعود التاجر البطاطس الكبير. واشكر الحاج محمد شعت تاجر البطاطس الكبير. واشكر بقى عم الحاج رمضان الفاحل فرحة ابن باسم، ربنا يا رب يعدها له على خير. اقول لكم بارك الله، لا بارك الله لكم وجمع بينكم في خير ان شاء الله، ربنا يا رب يفرحكم يا رب. واشكر طبعا الحاج نجف صباح، واشكر الحاج ابراهيم طايل، واشكر الاستاذ مصطفى رشدي غازي، والحاج خالد فرار، والحاج اشرف الصعيدي، والاستاذ محمد عبلاه، وعمي الحاج فؤاد النمر، والمعلم هاني حسب الله. واشكر بقى الاستاذ فارس مسعود، واشكر الحاج صبر العشري، واشكر الاستاذ صبح الكومي، والباش مهندس احمد غراب غازي. يعني هذا الرجل ما عرفنا عنه الا خير، فجزاك الله خيرا. واشكر الحاج السيد الفحل بيقف جنبنا برضه. واشكر المعلم مبروك عصران، والحاج احمد زكي الخولي، والمعلم ياسر سعيد، والاستاذ احمد عطيه غازي، والحاج رجب العشري. الحاج رجب العشري بقى نوقف عنده شويه. الراجل ده محترم. اشمعنى بقى ده اللي وقفت عنده بقى واديته مساحه كده؟ قول لي ليه؟ ما علمت عنه الا خير. ليه بقى؟ اي حاجه ليا شخصيا بيشيرها زي ما تقولي كده، اعلام ادمسني. اعلام ادمسني هو انا مرقبه كده. ليه؟ صور ونزل اي حاجه حلوه انزلها. فجزاك الله عنا خيرا عم الحاج رجب. واشكر برضو محمد ابراهيم البحيري، استاذ محمد ده بيدعمنا بترابيزات للكتاب ومكاتب، جزاك الله خيرا. واشكر طبعا الاستاذ مصطفى عباده الزناري. وهنا بقى نقف وقفه، بنشكر الحاج حمدي المزين، حمدي منصور المزين، اللي هو اصلا فتح لنا المركز التحفيظ ده، احنا فتح عنده، فاحب اشكره. واشكر سياده الرائد رجب ابو شهبه، فاقول لكم جزاكم الله عني خيرا واحسن الله اليكم.
واحنا بنضم صوتنا لصوتك وبنشكرهم هم كمان. جزاكم الله وجزاكم الله كل خير. جزاكم الله. طيب في مقوله بقى يا شيخ محمود كده بتقول لك ايه؟ التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. نعم. والتعليم في الكبر كالكتابه على المياه. ما صحت هذه العباره؟ بصي، هو انا بحب اهل القران ازاي؟ لما اشوف ولد عندي في سنه مثلا في سن 4، على فكره احنا بنحفظ من سن 4 لحد اعمار، لحد مش عايز اقول لك 60 سنه بفضل الله، عندنا اعمار وكل محفظه معاها مجموعه. ازاي بقى؟ سن 3 سنين ونص الام جابته، هل نقول لها مش ناخده؟ لا، العين والراس بناخده. ما بنعمل فيه بقى؟ هتقولي مش هيعرف ينطق، بناخده يستمع. في حاجه اسمها مقرأة جماعيه، بنقرر نقعد قال كلنا في صوت عالي الحمد لله رب العالمين. هو بيعمل ايه بقى؟ بيحفظ وبيحفظ النغمه، بيستمع وبيستمع للنغمه وبيستمع لزملائه الكبار. أيوة. وبيستمع لكل اللي هو في ريحه. فاحنا بناخدوه وبفضل الله فتحنا مركز تحفيظ قران. بس احب اوجه رساله دكتورة، اتفضل. وديت احنا مش يا جماعه، احنا مش هنقطع في بعض. الا ابوه يتيم بفضل الله احنا بنحفظه ببلاش مجانا. اللي ابوه عامل يوميه مش قادر يدفع اشتراك الكتاب، عليه دروس بقى، بيدي فرنساوي وبيدي عربي ودراسات وما شابه ذلك بقى. مش قادر يدفع الكتاب، هل نعرضه؟ لا. هل نرجعه؟ بتعمل له ايه؟ فضل الله نخش منه فلوس. ماشي. اللي بيقدر يدفع بيقدر يدفع، هو اللي ما بيدفعش ما بيدفعش. الناس اللي قلتها ديت واقفه جنبي وبتدعمني سواء بالمال سواء بالافكار سواء بالجلسات، وبنقعد نتراوح مع بعض. انا مش شغال لوحدي على فكره، كلنا ايد واحده. قال الله وشاورهم في الامر وامرهم شورى بينهم. يعني عامل اليوميه مرتبه على جده، مش قادر يدفع الاشتراك اشتراك الشهر، فده ما يهموش اي حاجه. الكتاب مفتوح للجميع، سواء بياخد عندي او مش عندي، الحمد لله ما بنبخلوش على اي حد بمعلومه. ماشي. طيب دلوقتي في ظل التكنولوجيا سهلت علينا حاجات كتير جدا، واصبح التعليم عن بعد حاجه سهله جدا، وممكن ان انا احفظ عن طريق الاونلاين، اكلمك بقى واخد منك ميعاد وتحفظني. نعم. صح كده؟ صح كده. طيب حضرتك بتعمل كده؟ آه. يعني انا مثلا في محافظه وانت في محافظه تانية، بس انا عاجبني شرحك، عاجبني طريقتك لحفظ القران، بقى سهل عليا ان انا وانا قاعده في البيت، لا هنزل ولا هتعب نفسي ولا هروح ولا اجي، وما عادش بقى في حجه، ما عادش في حجه بقى ان انا لحد باب البيت زي ما بيقولوا كده. لحد باب البيت. اعمل ايه؟ اتصل بحضرتك مثلا؟ احنا بفضل الله معانا محفظات بيحفظوا اونلاين للستات، لان ما ينفعش راجل، ما ينفعش شيخ، كما تعلمنا كمشايخ علموني في التربوي، ما ينفعش شيخ يحفظ واحده، ما تجيش يعني خالص. ممكن نتواصل مع حضرتك على ارقام اللي موجوده على الشاشه؟ ان شاء الله. وبتحفظ اونلاين؟ بحفظ اونلاين. ليا صديق من نابوريه بيحفظه قران عادي. دلوقتي لو الواحده بقى سنها كبير كده وعايزه تحفظ بتلاقي تحفظ؟ يعني ما عادش في حجه؟ ما فيش حجه. لا بس بنلاقي صعوبه قوي في الحفظ على فكره. شعرنا معنا لا احد خاسر، الكل مستفاز، الكل مستفاد وفائز، كله مستفاد وفائز، ما فيش حاجه اسمها كبرت في السن. لا ماشي. احنا بنشكرك جدا واستمتعنا جدا بكلامك، وفي نهايه الحلقه نحب نشكرك، ولو عايز كلمه توجهها لوالدك ووالدتك. اشكرهم جميعا، ومهما نقول عليهم مش هوفيهم حقهم. أشكر والدي وأشكر والدتي جزاكم الله عني خيرا، وأشكر أهل قريتي الكرام وأعمامي وعماتي وكل قرايبي وكل أهل قريتي وكل أصحابي. أقول لكم نهاية جزاكم الله عني خيرا وأحسن الله عليكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو نسيان فاعذروني فإني إنسان. أعزائي المشاهدين، خلصت حلقتنا لكن كلامنا لسه ما خلصش، وعلى أمل أن نلقاكم الحلقة القادمة إن شاء الله. انتظروا.